إلى نشرة سوريا اليوم وفي عناوينها: خادم الحرمين الشريفين، النظام السوري وفر بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية. منظمة العفو الدولية تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب في سوريا. بعد الغزات السامة على المعظمية، المقاتلات الروسية ترتكب مجزرة في الغوطة. أهلا بكم. استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السياسة الداخلية والخارجية للسعودية خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى، مشددا على أن موقف المملكة من الأزمة السورية واضح منذ بدايتها، وقال إن التنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضا خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري. كلمة شاملة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تناول فيها السياسة الداخلية والخارجية للمملكة العربية السعودية في خلال افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة السادسة لمجلس الشورى في الرياض. خادم الحرمين أكد على الموقف السعودي من الأزمة السورية، مشددا على ضرورة أن تبقى سوريا وطنا موحدا، وداعيا إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها ويمكن من قيام حكومة انتقالية من قوى المعارضة المعتدلة تضمن وحدة السوريين وخروج القوات الأجنبية والتنظيمات الإرهابية التي ما كان لها أن تجد أرضا خصبة في سوريا لولا سياسات النظام السوري التي أدت إلى إبادة مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين. وعن الوضع اليمني، أكد الملك سلمان: وانطلاقا من حرص المملكة على أداء واجباتها تجاه الدول الشقيقة، جاءت عملية عاصفة الحزم بمشاركة عدد من الدول العربية والإسلامية وبطلب من الحكومة الشرعية في اليمن لإنقاذه من فئة انقلبت على شرعيته وعبثت بأمنه واستقراره وسعت إلى الهيمنة وزرع الفتنة في المنطقة، ملوحة بتهديد أمن دول الجوار وفي مقدمها المملكة، ومنفذة لتوجيهات إقليمية تسعى إلى التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية من خلال تحويل اليمن إلى بؤرة للصراع المذهبي والطائفي. كما تطرق خادم الحرمين إلى الإرهاب باعتباره آفة عالمية اكتوى بنارها العديد من الدول والشعوب، فالإرهاب لا دين له ولا وطن، وقال إن المملكة عانت من آفة الإرهاب، ومن هذا المنطلق جاء تشكيل التحالف الإسلامي العسكري لمحاربته بقيادة المملكة وتأسيس مركز عمليات مشتركة بمدينة الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب. كما أكد خادم الحرمين أن السعودية حريصة على الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية، وفي مقدمة ذلك تحقيق ما سعت وتسعى إليه المملكة دائما من أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة الدولة المستقلة. وجدد القول إن ما فعلته قوات الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا من تصعيد وتصرفات غير مسؤولة من قتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء العزل واقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته والاعتداء على المصلين لهو جريمة كبرى يجب أن تتوقف، كما يجب وضع حد لبناء المستوطنة الإسرائيلية وإزالة ما أنشئ منها. اتهمت منظمة العفو الدولية روسيا بارتكاب جرائم حرب من خلال الغارات التي تقوم بها في سوريا والتي تستهدف الأماكن السكنية وتتسبب بمقتل المدنيين. وفي حين لم تعقب وزارة الدفاع الروسية على تقرير المنظمة الدولية، أوضحت وزارة خارجية روسية أنها ستدرس التقرير قبل أن تقدم أي رد فعل رسمي. تدخل روسيا العسكري في ضرب أهداف داخل الأراضي السورية واستهدافها المدنيين في أغلب الأوقات قد يرقى إلى جريمة حرب. هذا ما أعلنت عنه منظمة العفو الدولية، وذلك بسبب عدد المدنيين الذين قتلتهم هذه الضربات والتي تظهر أدلة على انتهاك القانون الإنساني. وقالت المنظمة في تقرير جديد إن الضربات الجوية قتلت مئات المدنيين وتسببت في دمار واسع في مناطق سكنية مستهدفة منازل ومسجد وسوق مزدحمة وأيضا منشآت طبية. وبحسب العفو الدولية، فقد أودت الضربات الروسية بحياة ما لا يقل عن 200 مدني وحوالي 12 مقاتلا خلال شهر منذ بدء القصف. والتقرير الذي يركز على 6 هجمات في حمص وأدلب وحلب استندت فيه المنظمة على مقابلات مع شهود وناجين، وأيضا إلى أدلة في تسجيلات مصورة وصور تظهر أثر الهجمات. فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالعفو الدولية
الجوية أوضح أن الضربات الجوية الروسية يبدو أنها هاجمت بشكل مباشر مدنيين أو أهدافا مدنية بضرب مناطق سكنية لا يوجد فيها هدف عسكري واضح، ما يجعل تلك الهجمات ترقى إلى جرائم حرب. وفي حين لم تعقب وزارة الدفاع الروسية على تقرير منظمة العفو الدولية، أوضحت الخارجية الروسية أنها ستدرس التقرير قبل أن تقدم أي رد فعل رسمي. من جهته أعلن ديمتري بيسكوف الناطق باسم الرئيس الروسي أن الكرملين لا يملك أي معلومات تدل على احتمال سقوط ضحايا مدنيين جراء الغارات الروسية في سوريا وحول مدى صحة هذه المزاعم. وأشار بيسكوف إلى أن الكرملين لم يطلع حتى الآن على التقرير الجديد للمنظمة الدولية، ونصح الصحفيين بتوجيه أسئلتهم إلى وزارة الدفاع الروسية. في تحدٍ صارخ لقرارات مجلس الأمن واستهزاء بالشرعية الدولية ووسط سعي أممي لإيجاد حل سياسي يعود نظام الأسد وحلفاؤه الروس لاستخدام أسلحة محرمة دوليا، حيث استهدفت قوات النظام بلدة المعظمية في ريف دمشق بغاز السارين السام، ودعا الائتلاف السوري إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي مطالبا إياه باتخاذ إجراءات رادعة تحت البند السابع لحماية المدنيين وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن الرقم 2118. كشف ناشطون سوريون أن الفرقة الرابعة بقيادة ماهر الأسد والتي تتمركز في الجبال القريبة من معظمية الشام في ريف دمشق هي التي قصفت المدينة بالصواريخ التي تحمل غاز السارين بأمر مباشر منه، واستهدفت الفرقة أحياء المدنيين في معظمية الشام بالصواريخ ما أدى إلى مقتل أكثر من 10 بالإضافة إلى تعرض العشرات إلى حالات إغماء. وفي الريف الدمشقي أيضا وبعد يوم دام راح ضحيته أكثر من 40 قتيلا وعشرات الجرحى بغارة روسية استهدفت قرية بزينة في الغوطة الشرقية، أزالت فرق الدفاع المدني الأنقاض وعملت على فتح الطرقات. وأكد ناشطون أن هذه البلدة من البلدات التي لم تتعرض للقصف سابقا وتعد ملاذا آمنا لأهالي الغوطة الذين تم تهجيرهم بفعل القصف والمعارك. أما في الوسط السوري فشنت الطائرات الحربية الروسية سلسلة غارات على قرية الطيبة الغربية في منطقة الحولة ما خلفت دمارا كبيرا في منازل المدنيين الذين نزحوا إلى البساتين القريبة والمناطق الأكثر أمنا، فرد الثوار باستهداف تجمعات قوات النظام في المستشفى الوطني في مدينة الرستن في ريف حمص الشمالي. وإلى اللاذقية نفذت طائرات حربية روسية غارات عدة على مناطق في جبل التركمان ترافق مع قصف قوات النظام لمناطق في بلدة سلمة ومحيطها في جبل الأكراد بالتزامن مع اشتباكات عنيفة اندلعت بين المعارضة من جهة وكتائب الأسد وميليشياتها من جهة أخرى على محور جبل النوبة. وفي حماة أغارت المروحيات بالبراميل المتفجرة على مناطق في بلدة اللطامني في الريف الشمالي، كما دارت اشتباكات في أطراف قرية الملح وفي محيط بلدة سقيلبي حيث يقطنها مواطنون من أتباع الديانة المسيحية. القوات العراقية تتقدم داخل مدينة الرمادي في وقت كشفت واشنطن أن عناصر داعش يتنكرون في زي لقوات الأمن العراقية لكي يرتكبوا أعمالا غير إنسانية واتهام قوات الأمن فيها. كثفت طائرات التحالف الدولي ومروحيات الجيش العراقي عملياتها في مدينة الرمادي العراقية مستهدفة مواقع داعش، كما استهدفت الضربات الجوية المنسحبين من عناصر التنظيم إلى جزيرة الخالدي شمال شرق الرمادي وتحديدا منطقة البوبالي والبوعبيد. وأكد التلفزيون العراقي الرسمي أن 8 من كبار قادة تنظيم داعش قتلوا في غارات شنتها طائرات سلاح الجو العراقي على بلدة الحويجة شمال بغداد. وأعلن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق عثمان الغانمي أن القوات الحكومية تتوقع إخراج عناصر داعش من كامل مدينة الرمادي غرب العراق خلال أيام، إلا أن مصدرا أمنيا كشف أن عناصر داعش يستعملون المدنيين كدروع بشرية ويندسون بين العائلات ما يؤخر عملية التطهير. وكان البنتاغون حذر في وقت سابق من أن عملية التحرير قد تستغرق وقتا أطول من المتوقع، إلا أن شرطة الأنبار توقعت أن يشهد اليوم خروج العديد من العائلات من الرمادي باتجاه حي الأرامل الجنوبي المحرر، وأن شرطة الأنبار وجهت عناصر الاستخبارات للاستعدادات والتواجد في ذلك الحي من أجل التعرف على عناصر داعش المندسين بين صفوف العائلات. أما في التفاصيل الميدانية فقد تمكنت القوات العراقية من الدخول إلى وسط مدينة الرمادي وتحرير جسر القاسم شارع 60 وحي البكر وحي الأرامل، وشرعت بالدخول إلى حي الضباط. وأوضح الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي صباح النعمان أن تطهير المدينة سيستغرق
72 ساعة رغم وجود القناصين والانتحاريين من داعش. هذا وكشف المتحدث باسم قوات التحالف الدولي ستيف وارن أن تنظيم داعش وزع منشورات على مقاتليه يطالبهم فيها بالتنكر في زي قوات الأمن العراقية ثم تصوير أنفسهم وهم يرتكبون أعمالا تسيء لصورة القوات الأمنية العراقية كالقتل والتعذيب ونسف المساجد، وذلك بهدف إعطاء صبغة طائفية للمعارك التي تشهدها الرمادي. وفي نشرة بعد الفاصل، احكيها صح حملة لإعادة مصطلحات الثورة الحقيقية. أهلا بكم من جديد. أطلق ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة توعية بعنوان احكيها صح لإعادة مصطلحات الثورة الحقيقية إلى التداول والوقوف بوجه الحملة الإعلامية الشرسة التي تشنها وسائل الإعلام المؤيدة للنظام وحتى الدول الأجنبية. ويؤكد القائمون على الحملة أنها ضرورية لإعادة زرع المفاهيم الحقيقية للثورة في عقول وأذهان الناس. وحملت الحملة التي انطلقت قبل يومين ولاقت انتشارا واسعا في العديد من المواقع، حملت صورا منوعة تظهر كيف حرف الإعلام المناهض للثورة هذه المفاهيم، فأطلق على الميليشيات الشيعية والأجنبية اسم الدفاع الوطني، كما أطلق تسمية سجون النظام بدلا من معتقلات. وحاول الناشطون من خلال الحملة لفت الانتباه إلى ما يطلقه الإعلام الغربي من أسماء لتمثل الثورة ولمفاهيمها بصلة، مثل مصطلح فصائل جهادية ومسلحون بدلا من الجيش الحر والأزمة السورية والحرب الطائفية بدلا من الثورة. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن روسيا تنتهك بشكل صارخ خطة السلام الأممية بشأن سوريا التي صوتت لها وأجمع عليها أعضاء مجلس الأمن الدولي، مما يؤكد أن موسكو لا نية لديها لتغيير سياستها في سوريا. وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أنها وبعد 48 ساعة فقط من صدور قرار الأمم المتحدة الذي يطالب كل الأطراف بالتوقف فورا عن شن أي هجمات على المدنيين والأهداف المدنية، نفذت المقاتلات الروسية 6 غارات على الأقل على أهداف مدنية بعيدة عن أماكن وجود تنظيم الدولة في محافظة إدلب شمال سوريا، وقتلت عشرات الأشخاص. وأضافت الصحيفة أنه من الواضح أن بوتين ركل ما قاله كيري فور مغادرة الأخير العاصمة الروسية، مستمرا في سياسته القائمة على الإعلان الشفهي للحرب ضد تنظيم الدولة وممارسة الحرب الفعلية ضد القوى التي تعارض ديكتاتور سوريا بشار الأسد. لقي عشرات مهاجرين على الأقل بينهم 5 أطفال حتفهم فجر اليوم إثر غرق مركبهم قرب جزيرة فارماكونسي اليونانية في بحر إيجي، كما أفادت وكالة أثينا للأنباء. وأضافت الوكالة أنه تم إنقاذ 13 مهاجرا كانوا على متن المركب، في حين لا يزال 2 آخران في عداد المفقودين. ولم تؤكد الوكالة جنسية الغرق. ويأتي هذا الحادث بعد يوم من غرق 6 أشخاص في ذات المنطقة التي تعتبر البوابة من تركيا إلى اليونان ومن ثم إلى أوروبا. هذا وأعلنت الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية أن 1 مليون مهاجر وصلوا إلى أوروبا في العام الحالي، وهو رقم قياسي منذ الحرب العالمية الثانية، وأن نصف الواصلين هم من السوريين. تتابعون في نشرة سوريا اليوم بعد الفاصل. حلب تواجه أزمة في المستلزمات الطبية. نواصل تقديم النشرة. تتناقص أصناف الأدوية في حلب في ظل الحرب، بعدما كانت المدينة موصوفة بأنها تضم 33 معملا لتصنيع الأدوية، وبات على الأطباء التأكد جيدا من توفر الدواء قبل وصفه للمرضى. يتوجب على الطبيب زياد واعظ أن يتأكد جيدا من توفر الدواء قبل أن يصفه لمرضاه من أهالي حلب. فلائحة الأدوية في صيدليات المدينة ذات 33 معملا لتصنيع الأدوية تتناقص كل يوم. الحقيقة نحن عم نعاني من صعوبات كبيرة جدا في خدمة المواطنين في القطاع الصحي. يعني الحقيقة مستودعاتنا فاضية فيما يخص الأدوية، لا يوجد عندنا أدوية، وأبسط أنواع الأدوية الحقيقة من المسكنات إلى مضادات السكر لأدوية الضغط، الأدوية القلبية لمضادات الروماتيزم
لمضادات الصرع للربو الحي، نحن بحاجة كبيرة، بحاجة ماسة لعلاج الناس. الأزمة ليست وليدة اليوم، لكنها تفاقمت في الآونة الأخيرة، وذلك نتيجة استهداف النظام والطائرات الروسية لثلاثة معامل رئيسية لتصنيع الأدوية في ريف حلب، هي معمل الوطنية في الريف الغربي ومعملا السعد وآسيا في الريف الشمالي. توقف هذه المعامل بالإضافة لتلف كميات كبيرة من الأدوية المخزنة في مستودعاتها زاد من اعتماد القطاع الصحي على المنظمات الإغاثية في توفير الأدوية. فيما يخص المنظمات، المنظمات الدوائية غير قادرة على أنه تأمن حاجة المواطنين كاملة من الدواء، لذلك حتى بتشوف أنه في كثير أصناف أدوية قلبية، أدوية سرطانات، أدوية قصور كلية مزمن، حتى الأنسولين صار في أزمة تعاني منها جميع الناس. أكثر من 40 مركزاً صحياً و23 مستشفى تتبع لمديرية الصحة الحرة مهددة اليوم بتوقف إمدادها من الدواء أيضاً، فمستودعات المديرية خاوية تقريباً، ويعزو القائمون على المستودعات الأمر لتوقف الحكومة المؤقتة عن تزويدهم بالأدوية. منذ أكثر من عام لحد الآن لم يصلنا أي شحنة دواء، رغم الأخبار التي نسمعها عبر وسائل الإعلان بأن الأدوية والشحن الأدوية تصل إلى المدن والمحافظات، ولكن نحن في مديرية صحة حلب الحرة لم يصلنا أي نوع من الدواء طيلة العام الماضي. مع استمرار تردي الوضع الصحي في حلب، لا يجد الحلبيون ضيرا من إرسال مرضى الحالات الحرجة إلى الضفة الواقعة تحت سيطرة النظام واستلام كميات قليلة من الدواء عن طريق معبر بستان القصر. وفي آخر خبر ورد قبل قليل، فقد ادعت وزارة الدفاع الروسية أن الغارات الجوية دمرت أحد معسكرات التدريب في إدلب كان يوجد فيه مسلحون من تركيا ودول سوفيتية سابقة. وفي إطار الحرب على الإرهاب، حررت القوات العراقية حي الضباط وسط الرمادي من سيطرة داعش وتقترب من المجمع الحكومي. وفي الختام نذكر بالعناوين: خادم الحرمين الشريفين، النظام السوري وفر بيئة خصبة للتنظيمات الإرهابية. منظمة العفو الدولية تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب في سوريا. بعد الغازات السامة على المعاضنية، المقاتلات الروسية ترتكب مجزرة في الغوطة. ختام النشرة، شكرا للمتابعة.